باش نبداو. السلام عليكم يا الغزلان يا التحاف. اذا غادي نحاولوا نعملوا بارطاج بسرعه. الحراره يا صحاب السلامه، جينا هاد النهار في الحراره. اذا البارطاج الله يخليكم. 190 كذا من هنا 190 قوي. الين غادي نوريكم واحد الفيديو. الله على امستردام والسحور معلق في الشجر. ويلي 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 ويلي. ما عرفتش، ما عرفناهمني مع دوك الناس. ماشي يكونوا من عندنا، احنا من عندنا ما عندناش شي علاقه، ولكن الله يستر الله يستر يا ربي السلامه. اذا الموضوع جد جميل، كنبغيو البارطاج الله يخليكم. وغادي تحاولوا كذلك نسير شو حشوش الطاقه. بسم الله يا الله. ساره بارتولو، muy buenas tardes querida, ¿cómo estás? Espero que estás muy bien. Bueno, aquí estamos. Entonces vamos a empezar, pero rápido. Vamos, 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 vamos sin parar. Venga, vamos. خصنا خصنا نزيدو القدام. يلا. ممكن الحرارة في الحقيقة، وأنا ما عنديش الأير كوندسيونر هنا برا، عندي داخل. إذا الله يحفظك يا الطنجاوية ديالنا من هولندا. كوكو كوكو. الله ينصرك وينورك يا الغزالة. إوا كي جيتكم. ها شيماء بيرلا بيرديتا بيرليتا كتقول لي كيف هي هي العجوكه. ما كتشوفي بالحق، ما عامله ماكياج، ما عامله حتى شي حاجه فوق العكر. وجهي ما فيه حتى شي حاجه. عرفتي شنو هي حتى حاجه؟ حتى حاجه. نحتو اذا عليكم السلام. سير هو فرواف، مرحبا سيدي. ربي يخليك يا كوكو يا كوكو، ربي يخليك العائله ويخلي لك من عز عليك. فاطمه امينه ما شاء الله روعه، ربي يخليك الحبيبه غزاله. ايوا دغيا ودغيا خصنا البارطاج دغيا ودغيا. دابا انا كندخل ونغوت ونهدا وديك الطاقه، يعني ما تخليونيش نهدر الطاقه في الخاوي. خصني اللايف. الله على حنان النوي. الله الغزاله، الله ينورك يا الغزاله. تحيه الناس ديال فرنسا. اسيا قبولو من عند الراه. الله الله الله، وما كنتي الحبيبه غيبتي عليا. سلام الريفي يا هلا. وشنو هي هاد هلا؟ الهاله الهاله ديال الانسان. خصك تعرف شكرت ياك. العيل اهلا وسهلا، هذه مغربيه الحبيب ديالي، نص جمع الوقفه. ربي يخليك رشيد، الله يحفظك. فتدري مرحبا، تبارك الله عليك، يبارك الله فيك حبيبه. الهام عمر ما شاء الله، الله ينورك. شوفي التعليق ديال ديالي للعقم. دابا ماشي الموضوع ديال العقم، ان شاء الله اسال عليه القدر يرزق بالذريه الحسنه الذريه الصالحه، ولكن لان ما عنديش الموضوع ديال العقم باش ما نخربطوش المواضيع الله يخليكم، باش نبقى. ولكن ان شاء الله نطرقوا له في اقرب وقت الا كانت شي حاجه يعني عاجله، يعني غادي نحاولوا نطرقوا في اقرب وقت. ولكن دابا هذا ماشي موضوع ديال ربي يحفظك جنة فرح. شكرا نبيله البرنوسي الغزاله ديال بلجيكا، الطنجاويه ديالنا عاود بلجيك طنجاو بلجيكا. الله 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 الله، حيد بالك. سعيدة فرنسا مرحبا، ليلة فرنسا، الناس ديال فرنسا مرحبا بكم. إذا اسمع شيماء قومة ضحكتني قالت لي مني تا كنهضر على العكار، زعما مرات مرات الراجل ما فهمتش هاد الشيء اللي وصلتو لي. ياك من اللي عامله الروتين طلع لي كنهضر بطهري؟ ها اسير يا المنافقة، سير اسير يا المنافقة. يا اللي كتقيل غاكا تشاطي وعندك 20 20 الرجال عندك، ماشي واحد انت غادي يكون. نتوما هما الانواع ديالكم يا المنافقين، اهل النفاق والشقاق هما انتم. قالت لك شيماء قومة الراجل، اش عنده الراجل اختي؟ الراجل هو كيقول لي عكر. ها الراجل هو كيقول لي خصني دائما نشوفك غزالة. الله غاب وتبسم. انا ما عنديش الراجل اللي كيحكم فيا، انا حاكمة راسي راسي. سير يا الهيشميشه، باقا عندك الثقافه؟ الراجل غادي يقول لك على الراجل خصو يقول لي انا كيفاش غادي نزيد. ولي هلا يحيه ليه يحيه هذا الراجل. انا عارفه القواعد ديالي حبيبه ديالي، ما عادش هذا الراجل اللي غادي يقول لي شنو غادي نعمل شنو ما غادي نعملش. ملي كنبغي نعدل نعدل، ملي كنبغي نعكر نعكر، ملي كنبغي اللي كيعجبني اللي قلت لي الكانه ديالي وكيما درت مع المرايه وشفت راسي هي هذيك حنان، المراه التي لن يعيدها التاريخ. وسير الحبيبه ديالي، سير الريو، سير 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 الريو الغيفيغ، وجمع الماء ولا جمع الحجار، اضرب راسك مع الحجر. انت ماشي خصك تيمم في الحجر، انت خصك هيدا تدخل في الحجر بالراس ديالك، لان بقى مخمر الله يسر علاقه ومعايش معنا في الارض. هادشي كيعصب والله الا كيعصب. ملي كنشوفو كطيحو بالقيمة المرأة، يعني المرأة كنعطيو لها القيمة حتى يكون الراجل ولا حتى يقول للراجل. مالها المرأة شجعتوها انتوما حمارة للبيع ولا شنو هاد المصيبة ديالكم؟ غتقعدو ولا غتقعدو؟ الله يشمش القططعية، نوضو تقعدو وعطيو القيمة لراسكم وعطيو الفالور لراسكم باش تزيدو لقدام، وانتوما غنعسين طايحين. والراجل العكر باقي شي واحد كيهضر على العكر في هاد الزمان.
طايح اكثر من النايض وانت كتهضر لي على العكار. واش انت هذا راسك هذا ولا هذاك المخ ديال البيصر عندك الخليع في راسك؟ مصيبك تحلى مع هاد الناس. منيتك كتشرحي العكار زعما مرات الراجل، مرات الراجل. سمع دابا هاد النوع هاد النساء هما اللي دخلوا علينا القطره والدب بحال هادو. هادي دابا الا كانوا عندها ثلاثه ديال العزاره كضرب بيهم مصيبه. شكون غيتزوج بهاد الكارثه؟ قتلك كارثه. شكون غيدي لها ولادها بعدا؟ شكون؟ انا بنتي من الناس ماشي مع هاد المصيبه هادي لله. هادو مفاكي كيغرقوا بنات الناس بحال هاد العكايز، هادو كيغرقوا فيهم بنات الناس. حيدوا راسكم، ما نعطيوش بناتكم بحال هاد النوع هذا العجوزه بحال هادي العقليه المتخلفه المتزمته. حيدوا راسكم قسما بالله، والله ما العنوسه ولا هاد المصيبه. هادي كارثه، هادي كارثه. حتي قول لي انا الراجل نعكر، ولا حتي قول لي الراجل انا نلبس، ولا شوف اختي كيفاش انا، شتيني كيفاش انا. بلاتي والله حتى نزول، لا حتى السويت، غادي نطرق، غادي هاد النهار غادي نطرقها. دابا عملت لها البلوك، انا باش نطرقها غا من برا. شوف حبيبه، شوف حبيبه كيف جالسه. شو لالاتك تقدر انت على هاد الشيء؟ تقدر ما تقدرش؟ ما تفهملوش يعني، ما كاينش يعني البغيون، ما كاينش، ما عندكش. حاشاكم بعدا الاعزاء ديالي يعني، حاشاكم. ولكن صباط جديد، ماشي جديد دابا، عاد شفتو عنده اكثر من 7 سنين، ولكن ما فيه حتى حاجه. حاشاكم قدر الله وجوهكم. ولكن كنهضر مع ديك القططعيه اللي زحب لها المراه هي حماره حاش الناس. فهمتوني؟ المراه عندها الكيان ديالها، والمراه خصو يكون عندها القرار ديالها، ودي سيدر على الجسد ديالها، ودي سيدر على العقل ديالها، ودي سيدر على الشخصيه ديالها. تقرر هي بقرارها على شخصيتها، ماشي حتى يجي واحد الراجل باش يقول لها شنو غتلبس ولا شنو غادي تعمل. هذا التخلف بعين ام التخلف عندكم انتم في هذا الفكر هذا. ما تقعدوا لا منعودكم بقيتوا مهمشين مع السحور ومع البغريره ومع الرغيفه ومع بلاتي يقول لي الراجل، بلاتي يقول لي هذا، وابقى تما عندك تنوض تقعد. انا عطيت لهم هادو في حالهم، كنعطيهم درس. هذا في الحقيقه درس، هو في الحقيقه خص الناس. علاش هي جاتي شنو قالت هي العايله؟ انت ما تبع بزلك من موراها، رد بالك. صافي صوفيا فرانسيسكا دخلت. لا 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 فرانسيسكا كخاف مني انا بعدا. راه الا بعد دبلوكينا حتى انا معاهم. والله الا بعد دبلوكينا حتى انا. ربي يخليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تعاليق جميله. طيب لا كتهضر على عكر ويلي مرات الراجل، عنده مرات الراجل مع شنو كاع عندكم عار. المرات الراجل بحال اللي هي عار، بحال اللي هي ثقله في المجتمع. سيروا سيروا سيروا، نوضوا الا ما تخدموا المجتمع ديالكم، تخدموا البيوت ديالكم، وتخدموا الاهالي ديالكم، وتخدموا نفسكم. نوضوا الا غادي تنوضوا، وراكم هذا الكلام الفارغ، الكلام الساقط اللي ما مداكم حتى شي متعه. انتم باقيين مريحين تما مخمرين، الله يستر انتم والازواج ديالكم وولادكم وتصلكم الديار عامره بالعنكبوت وحالتكم حاله العذاب، وانتم مهرسين. نوضي تقعدي، الا غادي تقعد من 6 الصباح لحد 6 الصباح نايضه خدامه ومنشطه مع راسي وكاتبه وعامله وباحثه وماشيه لهنا ودخله لهنا، وكنهضر مع الالمان ونهضر مع الايطاليين ونهضر مع هذا. طاقه سبحان الله ما شاء الله. وانت باقا كتفكر لي المراد الراجل؟ يبقى مع المراد الراجل. انت بعدا عندك راجل، انت بعدا اصلا باش كتهضر بهذا الاسلوب هذا، غيكون شي هيشماش فحالك. هاد الانواع انا حق الله العظيم الا ما كنحمش حتى يدخلوا لعندي كيغيلفوني. كي عرفتي الطاقه ديالي كتكون عاليه، كي سبحان الله كيمصوا لي الطاقه. هاد النوع كنحس بان المراه كيدلوها بهاد الدل، مدلوله راسها باغيه تدل الاخرين. اختي بقى مدلوله غنتين، بركه عليك. هاك الحبايب، هاك الغزلان، هاكي ما تعرفش هاد الشيء، ما تعرفش شي، كتعرف غير الفليط. كترشوا على الدبان عمره الحاله ديالها بالدبان. يلا والله حسن نوريك علاش كتقلب، باش نهار اخر ما عمرك باقي تقول من عند الناس وتهجم عليهم. يلا ربي يخليكم الغزلان، لا ما تخافوش عليا. ادب والاحترام وفن الرد، وعارفه اش كنعمل. ما عمري كنخرج على الشروط، والشرطه الحمراء عندي كنخلي دائما ثلاثه الباسوس تخوا با قبل ما كنوصلش للخط الاحمر. وانا قطه ما كيعجبنيش نتعدى على الواحد، وما كيعجبنيش اللي يدخل لي في الخصوصيات ديالي. اذا باش يبقى الامر واضح، اذا الله يحفظكم. تعاليق جد جميله، هذا هو اللي كيهمني الامر. فرانسيسكا طايحه بالبلوك على هادوك الجوج ولا ثلاثة اللي داخلين يعملوا الخزعبيلات هنا. ماي بشرى الغزالة دنك. Thank you.
اذا ما غنردوش على هاد الناس. فرانسيسكا خرجت واحد الدقيقه هي رجعها. اذا الله يحفظكم الغزلان، شكرا جزيلا 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 جزيلا، شكرا من القلب كلمة طنجر. شكرا عزيزتي، بارك الله فيك. التعليق الجميل فهو كيعبر على البروفايل ديالك، كيعبر على شخصيتك، كيعبر على من انت، فهذاك هو التعريف ديالك، لا ديفينيسيون ديالك. اذا دائما نرقاو بالتعاليق ديالنا الجميله، فكل ما علقنا تعليق جميل فاحنا كنشاركوا في ديك الطاقه الحب وطاقه العطاء وطاقه كل ما هي جميله. اذا موضوعنا اليوم، قبل ما غادي نبدا على الموضوع فاكيد غادي نهضر على واحد الحاجه، غادي نبين لكم باش تشوفوا اوروبا والسحر مزيونه هذه. ما عمري يعني ما باقي بعض المرات كنسمعوها هكذا كنشكو ما كنشكو، ولكن حذاري الناس خصها هذا. حنا ماشي كنهضروا على المغاربه ولا على الجزائريين ولا التوانسه، حنا كنهضروا بصفه عامه، كنهضروا على ان ناس كيستعملوا طاقات سلبيه ما عنده حتى شي علاقه بينا حنايا، باش الناس تبقى يعني الامر واضح. ماشي كلشي حنا غنلصقوه لينا حنايا، فالسحر موجود في العالم كامل وكيدور في العالم كامل، فحنا خصنا دائما نكونوا حاضرين ونردوا بالنا الا شفنا اشياء بحال هكذا، نكونوا على علم بان اللي ما كيتيقش باقي راه غير يتيق. اذا غادي نمشيو لامستردام غنشوفو واحد السيد شنو غادي يقولنا. يلا غنستناو من الاخ غادي يهضر. موجود فيها واحد السحر معلق بالضبط تقريبا في امستردام، مدينه امستردام. ان شاء الله تعالى غادي نقوموا بالفك ديالو باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تعالى المكان اللي موجود فيه السحر هذا هو الموجود ان شاء الله تعالى، وهذه هذه اظن نفس السحر، لان وجدت قبل هذا نفس السحر في مكان ثاني. المهم حنا ماشي باجينا باش نهضروا على السيد، لان كنستسمح. اذا هذا فقط عطيت المقدمه باش نعرفوا بان الى صراحه اوروبا فيها السحر، باش يكونوا الناس على علم يعني، وماشي باش يكونوا من عندنا حنا ولا الله اعلم. انا ما عارفاش من عند من وما غندخلش من عند من وما غيهمنيش شكون اللي عملوا، غير لو كان الناس خصها تحضر دراسه. ربي يخليكم، الله يحفظكم، شكرا على التعاليق الجميله ديالكم. فعلا درت مع المرايه وشفت راسي بشوشه جدا 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 وانيقه وطاقه عاليه، والحمد لله اللهم لك الحمد. فاحنا هادشي اللي بغينا، انا دائما الطاقه ديالنا تبقى عاليه. نعم، اذا اليوم جينا الموضوع هو السحر. ربي يخليك صفاء، شكرا من لندن، ثانك يو سو ماتش. اذا هي دخلت صوفيا. اذا دابا باغيين كتكون لنا جيم لان بدات في البلوك، الله يعطيكم السر. يلا اللي معايا الجيم ما يوقفش يدو، لان البلوك خدام. غادي نهبطوا هذا العدد لان باينين بعض منهم داخلين هنا. غراسيا ميلي ياسمينا بونيليا، غراسيا الغزاله. هذا موضوع جد هام ونتمنى يوصل على نطاق واسع، فحاولوا دعموا البارطاج لان ماشي للضحك. غادي نشرحوا بعض النقاط، غادي نخليو للناس، لان باقي الى حد الان الناس كتعاطى للسحر. هذا ماشي، شوف، امن به ولا ما امنتيش به، راه كاين، راه كاين ناس كيعملوه، والناس العباده ديالهم هو السحر ملي كيصبح الصباح ويأديوك به، واخا ما عندهم حتى شي علاقه معك. فالانسان خصو يحصن راسو، خصو يكون يعني حارس على راسو، لان هاد الشياطين الانس راه ما واقفينش، وهادشي هذه هي الخدمه ديالهم، طاقه سلبيه، فهما كيفتحوا على الطاقات اللي هي دنيويه وسفليه وكيأديو بها الاخرين. اذا كنستناو باش يطلع اللايف، وفي نفس الوقت باش تخرج الاخت فرانسيسكا هاد الناس اللي كيسبوا. الله يحفظكم، كل ما قال فيا كلمات خير، كل ما شهد فيا شهادة حق، أنا لا أريد شهادة
المجامله، لا اريد يعني شي واحد يجي ويقول فيا، وما عمري طلبت من عند شي واحد يطلع ويكتب عليا. فكل واحد خرجت له من القلب، فانا كنسال الله العلي القدير يحفظه، يحفظ له وليداته، يحفظ له الزوج ديالو، يحفظ له الاب، مهم على اي حال الاسره الصغيره والكبيره، كما حفظ الذكر الحكيم باذن الرحمن. هادشي اللي كنسال الله العلي العظيم. فمن طلب ولا سئل الله سبحانه وتعالى ولا دعا معي في الغياب او كتب في حقي شهاده حق، فأنا أسأل الله العلي القدير أن يكتبها له في الجنة وفي هذه الدنيا بخير ليه ولأولاده ولعائلته الصغيرة والكبيرة. هادشي اللي غادي نقول لكم. فجزاكم الله ألف خير عني بطبيعة الحال. وانا واخا تشوفوني كنتعصب راه طبيعي هو هذا، وماشي كنتعصب هكذا وصافي، انا ماشي من نوعي كنتعصب، والكونترول ديال الاعصاب كنعرف كيفاش نزيد ونرجع عندي الحدود ديالي. ولكن كاين بعض الناس باسلين وحامطين، انا بهذا الاسلوب كنقول باسلين وحامطين وعادي من الاخلاق، هما اللي كيدخلوا لنا هنا كيبقاو يخربوا لنا الدنيا ويخلونا هذا الكلام الفاحش بحوجهم، لان البيئه ديال الفحش وديال السخط وديال الخبث فكيجيبوها. وانا هنا ما يمكنش حنا غادي نجلسوا مع ناس عايشين في عالم اخر، يعني ماشي العالم هذا اللي كيعيش فيه البشر. اذا سوسو رمسيس، شكرا عزيزتي. اذا عطتوني جوج دقائق، المهم هذا بعدا اللي عيط. اذا غادي نستناو، الحاضري حسناء ونجاوب الميساج. المهم السؤال ديال التصفح، ديال التصفيح، سحر التصفيح راه ماشي ساهل، فعملوا البارطاج. كاين ناس عندهم هذه المشكلة على وعسى، وباش تسمعوا يعني كيفاش كيأمنوا هاد الشياطين، هاد الكهنة، هاد العجزة، هاد الشيوخ، هاد شياطين الإنس كما كنقول لهم أنا. ف كيفاش كيتجرؤوا يصفحوا البنت باش ما تعرضش للاغتصاب وما تفقدش العذريه ديالها؟ هذا شيء خطير، يعني ثقافه مجه من قدام الزمان، وهي ثقافه يعني ثقافه اللي كتضر بهاد البنات هادوم. وكاين اللي كيبقى مثقف، وكاين اللي ما عارفش هو مثقف ثقافته، كيثقفهم من البعد على يعني مشاكل ولا مضادات ولا مشانجات، كيقوموا كيثقفوا وكيشنجوا عباد الله يعني. وهذا شيء خطير جدا للغايه، لان كيخرجوا الانسان على المستقبل ديالو بصفه عامه، ماشي يعني على حسب، يعني كيخرجوا له على مستقبله بصفه عامه، وكيخليوا الانسان ضايع لا حياه لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اذا كنتمنوا البارطاج، بارطاج بارطاج بارطاج، جيم بارطاج هكذاك. والاخت هي بالبلوك، والمحمد بلوك بلوك بلوك. خويا جلس ولا الباب الزنقه، انت اللي غتبلوكها في الاخر. اذا غادي نستناو، الله ينوركم يا الغزلة راكم في القلب. اذا الله يفحو طلع. أمية رحال، شكون هادي عاوتاني؟ معاك حنان، معاك حنان اخت مغربية، ومرحبا بك. ها هو الجواب. كاين سؤال ثاني ما نجاوبو ما نقضيو اختي؟ طريقة سؤال، ارتقي في السؤال ديالك اختي. واحد في وش اذا غادي نستناو دقائق. كيقولوا لي اللايف واقف لان السيده عملت البلوك بزاف، بقى بين الناس تدخل وتخرج. يلا حاولوا حاولوا حاولوا، ربي يحفظكم. اللايف غيبقى مسجل، اللايف ما غادي ينزلش، وهذا يعني في المنفعه للجميع. وانا كنستنى البارطاج ديالكم باش نبداو. اذا واقيلا غادي نبداوها، اللايف بدا طلع. اذا غادي نبداو على بركه الله. تحيه الاسلام ليها، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حفظكم الله، كنتمنى لكم كل ما هو خير. والموضوع ديالنا اليوم فهو موضوع ماخذ وحده يعني لقطات، يعني خديت يعني من الكتب اللي هي الدينيه ديالنا، وخديت يعني من الاشياء اللي التجارب اللي شفت من عند الناس، والمعلومات اللي استقطبت يعني من خلال السماع ديالي للناس، ومن خلال المعلومات حطيتهم على الطاوله وقدرت نقارن. والان انا غادي نشرح بزاف ديال النقط اللي اكتشفت باش الناس ترد بالها، لان هذه ماشي مساله لعب، هذه مساله يعني خطيره جدا في حق البنت، حق الانثى مساله. فالانثى دائما كانت ضحيه ولسه ضحيه الى حدنا اليوم، الى يومنا هذا، فهي كتتعرض لكل انواع
ماشي يعني مع جميع العوائل، ولكن مجموعة من العوائل اللي بقى البنت يعني هي العار، هي الشبهة، هي كذا، هي اللي خصها تحمي الراس، هي اللي خصها تتحمل الثقلك، يعني خصها تسكت، يعني ما خصهاش تقول طاهر عيا ولا انا عييت ولا انا هذا ما خصنيش ولا هذا انا ما خصنيش. يعني ممنوع من عن كليا. العوائل كيولدوا بنات ولاد، البنات كيصفحوهم، والولاد كيطلقوهم يمشيو يغتصبوا لنا بنات الناس، لان انا الا نوت نصفح بنتي ما معنى هذا انا غنطلق بني يمشي يغتصب لي بنت الناس. هادو مجرمات، هادو هذه ام مجرمه كتكون، هذه ام كتكون مجرمه، ما عندهاش شي. يعني خليونا تبقاو تقولوا لنا لا مسكينه ما عارفاش، انا ما كنعرف لا مسكينه ولا هي تجره. يعني خدموا العقل ديالكم واحد شويوش، انا غادي نشبر بنتي وغادي نوض نعمل لها التصفيح، سحري ديال التصفيح، علاش؟ باش ما ياذيها لي حتى واحد، باش ما يتعدلي عليها حتى واحد. واش هذا الاسلام جا مثلا كدين او لا من العلم قلنا صفحوا عملوا الطاقات اللي هي غير مرئيه وفحال هاد كورونا ونزلوها على عباد الله وباش تخرجوا يعني باش توصلوا للهدف ديالكم؟ لا حاشا ومعاد الله، لا العلم ولا الدين. يعني ما عرفتش انا هاد المخلوقات، هادو هاد المخلوقات، لان هادو كائنات يعني غير لا يمكن ان يعني نوصفوها بشر، لان هادو عندهم قلوب غير قلوب رحيمه. لان ملي غتشبر واحد البنت والطريقه راه خطيره جدا، كيشبروا العائله قبل البلوغ. ما غادي نشرحش الطريقه لان انا ما باقيش شي واحد غادي يتعلم باش يمشي يعمل هاد المسائل. يعني قبل البلوغ كيكوزوها يعني الى واحد الحبل كيتسمى الحبل دنيرة، كيقولوا كلام اللي انا ما عندي به حتى شي علاقه، والدعوه به من الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، كيكوزوها عليه وهي عريانه البنت. العائله بقى العائله بقى صغيره، بقى صفحه بيضاء باش كيشنجوها. المهم من هنا كيصفحوها كيخليوها حتى كتقرب دي جواش، عا كيمشيو يفتشو خصهم يجيبوا ديك الانسانه اللي صفحتها كتكون الام ديالها ولا الجده ديالها بعض الاحيان. وهذا راه خطا، هما كيقول لهم عقل مش كيفاش كيفسخوها، كيفسخوها بنفس الطريقه يعني سحريه. السحر ما عمره تحل بالسحر، فهمتوا؟ السحر ما عمره تحل بالسحر. يعني حنا الا بغينا نشوفوا الامور، حنا ملي كيكون عندنا المشكل فاحنا كنحللوه بطرق اللي هي بلي تكنيك اللي هي واضحه، ماشي اشياء يعني من تحت الطاوله. اي شيء يعني غامض تحت الطاوله فهذا شيء كيكون غير يعني غير مقبول، لا يقبله العقل، فكتدخل فيه طاقات اخرى التي لا نراها بعيننا بالعين العيون ديالنا المجرده. اذا حنا كنقولوا حسبنا ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا القوم هذم اللي هما كاينين كيقوموا كيعملوا هذه المشاكل هذو. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه عندنا هي ديك العمه اللي كتنتقم من بنت اختها، لان كتجبر خالتك مثلا ما عندهاش العيال، كتشوف اختها عندها العيال، كتنوض كتسحر لهم باش ما يتزوجوش باش يبقوا في حالها، هي عندها العقم حتى هذوك ما يولدوش، كتصبحهم وتشنجهم وتخليهم تما. الدم الدم العائله كتنوض كتعمل هاد المشاكل هادو. انا ما بغيتش نفهم، انا ما بعض الاحيان انا ما بغيتش نفهم الناس اللي يوصل بها يعني الحقد والكراهيه، يعني لدرجه انهم فقدوا الرحمه. والانسان ملي كيفقد الرحمه يسال الله سبحانه وتعالى انه تجيه الموت يمشي فحالو القبر ديالو، لان الحياه الانسان اللي عايش بلا رحمه فهذا يعني انسان يعني يابس. عرفتوا شنو معنى واحد البلانطه يعني واحد الورده في المحبقه ملي كتموت صافي ما كيبقاش عند الله يستر، كتبقى تحس ملي كتموت قدامها بحال كاين يعني دبدبه الما هماش، يعني صافي ديك الورده خصها تنتفى من الجدر وتسيبها ولا تحفر وتطمرها ولا تحرقها، يعني صافي ما بقاتش فيها الحياه. يعني الانسان اللي مشات له الرحمه صافي هذاك ما بقاش انسان، لان هاد الاعمال اللي كيقوموا بها هاد الناس هادو فهما اعمال بدون رحمه وبدون شفقه، لان كيآذيو الاخر، كيتعدوا على العرض ديال الاخرين يعني ظلما وعدوانا. الام خصها تعرف ان البنت باش تحميها الحمايه ما كتكونش بالسحر ولا غادي نشنجو بنتنا على طرف على جليده ستيتوا ديال البكاره، هذا تخلف. البنت خصني نعطيها ارشادات ونعطيها معلومات ونكون الشخصيه ديالها انها بنت وعندها الكيان ديالها في المجتمع، وخصها تقرا وخصها تتعلم وتعلم الدين وتعلم العلم وتعلم اللغه وتعلم كذا وتعلم كذا، ونعلمها الطبخ ونعلمها نعلمها كل شيء، نعلمها السوق، نعلمها البرمي، نعلمها هذا، نعلمها كل شيء، ونخليها كمراه اللي غتكون بنت صالحه واقفه على جد الرجلين. ماشي احنا عندنا النساء واقف عندهم جد الرجلين هما بحال رجلين مبصورين الله يسر. كتشوف بنادم واقف معكز كتدفع كتقول له زيد بالك، تقول لك اختي ما عرفتش منين نزيد، اويلي زيد راه الطريق، لا واكيش كيقولوا لها، اودي الله يهديك غير زيد، كنقول لك انا غير زيد. يعني هنا كتحس يعني هاد الطرق اللي كيلتجؤوا له هاد الناس هادو باش يعوضوا حاجه فهذا خطا، هذا خطا، لان غادي نقولوا شنو هما الاعراض اللي هاد الانسانه هذه هاد البنيته هذه ملي كتكون صغيره الا حتى كتجي باش تزوج مثلا، رجعوا للبنت اللي كتسحر يماها ولا عزيزها باش تخليها يعني بدون ما يقدر يقرب للولد ولا يقدر يغتصبها أو, او 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 او
اذا هنا خصنا نعرفوا بان هاد الام هذه من كتوصل للسن مثلا شي واحد جا خطبه فكتنوض تشوف الا كان سي عدل الصيد فتح كتفتح له بنفس الطريقه كتقول له زول حوايجك جوز على هذا الخيط كتقول كلمات مقلوبين كلمات شيطانيات لان هادو معوذات وحنا قلناها للناس فيتقي الله الكلام القران معروف والقران راه معروف الطفل الصغير سبحان الله بالفطره ديالو الا قريت عليه القران راه كتجبرو كيبتسم فضينا مابقاوش حنا نخربقوا راسنا ونبقاو نهضروا يعني الهضره الخاويه مع الناس يعني لا داعي نبقاو نهضروا الهضره الخاويه مع الناس القران ملي كيتقرا الطفل الصغير راه ملي كيخلق كتقول له الله اكبر في الاذن ديالو فكتبقى راسخه في الذهن ديالو تفضى وتسالى كل شيء لا تجي انت تقول لي لا هذا القران راه هذا حقا مكتوب وتما عندك النجمه في الوسط وتما عندك الخاتم ديال سليمان وتما عندك المثلث ما عدايش وعندك الهرم ما عدايش دهامان وعندك لها كليوباترا يعني هادو خزعبلات وهذا ما هو قران ما هو كلام نوراني ما هو كلام الله ما هو حتى شي حاجه اذا خليوا الامور للناس واضحه باش الناس ما تبقاش يضحكوا عليكم يعطيكم داكشي في الكواغط ويلويه لكم ويعطيكم يقول لك علق معك انا نعلق الحاجه اللي باينه وكنفهمها وخصني نقرا عاد نعلق ماشي انا نجي نقرا هذا بحال هذاك اللي ما يجي ماشي مضي واحد الكونطرا باش يشري الدار كيتوصل عند مول البنك كطيح طق 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 كتمضي وتخرج حالك ما يمكنش تمضي تستنى شي ورقه حتى تقرا شنو فيها لان غدا وبعد وقع مشكل في ديك الورقه انك مضيتيها غادي تخلصها واخا انت ما عرفتي واري القانون لا يحمي المغفلون فكذلك من الناحيه هذه فانت يعني مسؤول على اي ورقه تعطت لك من عند اي واحد كما كان ولو يكون راقي ولو يكون شيخ ولو يكون ما عرفتش انا شنو يكون حاول تقراها ماشي مشكل من حقك تقراها تشوف ديك الورقه شنو فيها وانا كنصح الناس الا كان شي حاجه باش يعلقوها ولا شي كتابه بالاحسن خليو الناس يقراو القران خليهم يتعودوا على القران احسن ما تبقاو تزخطوا لهم بالكيمون واليبزار والزعفران الصفر وتعطيو للناس داك القصب ديالكم وداك الشراوط يا ربعه السحره يا ربعه الكهنه يا ربعه المجرمين يا ربعه اللي ما غادي تعوشوا في القبور ديالكم راكم مرزيتوا عباد الله وخرجتوا على الناس وخرجتوا على عوائل وفرقتوا عوائل فرقتوا النساء على الرجال ديالهم وفرقتوا الاولاد على الاباء ديالهم وعملتوا المصائب الكحله والولاد خرجتوا عليهم الناس عندنا مع الشحه واحد في المقبره راه شغل السحر هل اللي وكلتوها اللي طيحتوها اللي هرستوها اللي عورتوها اللي خليتوه عمل قصايد مصيبه الكحله قوم لا رحمه فيه فهذا قوم لا خير فيه لا خير فيه صراحه كنقول لكم انا من هنا لا خير فيه اذا المهم كاين واحد الاخ كيقول هو راقي باغي يعمل الرقيه الشرعيه الا كانت رقيه بالقران وانك نساء قد دخلوا بسك يدخلوا معاهم الرجال ديالهم ولا خواتهم فانت راقيه اخي ولا كانت شي حاجه اخرى فانا كنقول لك انسحب من الصفحه ديالي الله يخليك المهم انا هضرت معك ولا كنت راقي يعني كذا من الرقيه اللي خلاها الله والنبي فمرحبا بالعكس انا نعاونك ونساعدك وطلع معايا وقل الموضوع اللي بغيتي وقلنا هذه الرقيه كيفاش كتعمل حنا عارفين الرقيه كيفاش كتعدل ولكن كاين ناس مساكن ما عارفين يمشوا كاين ناس امراض الا بغيتي تعاونهم بالرقيه ديالك فمرحبا على الراس وعلى العين ماشي مشكله اخويا فهمتي ولكن تكون الرقيه اللي هي في الطريق الصالح لان الا دخلتي عندي وماشي في الطريق الصالح راه ما غادي يكمل لكش الله وكون على يقين انك ما غاتكمل لك هيدا عندك تشوفني انا كسب هاد الشديده هيدا وسحب لك صافي يقول لك عقلك هذه راه ما فاهمه والو راني فاهمه اخويا انا فكنقول لك غاب شويه عليك مشي معايا غاب شويه وخليني نشوف شنو راه الكتابه ديالك انا واخا نتي نشوف شحال الناس كاينين التعاليق طالعه وانا مصروحه انا كنقرا التعليق ديالك راه بالي معاك وعيني كتمشي غير داكشي اللي ما كيكون فيه شي حاجه فمرحبا ولكن في الحدود الا كاين شي حدود اخرى اخويا سير لايف اخر وشوف ما تعطي لهذا لانونس ديالك خلي في جهه اخرى اذا ملي كتجي تزوج كنا سيده البنت في الام ديالها كتجري بتجري باش تفصح على داكشي اذا كتعريها عاود مره ثانيه كتجوز على داكشي اللي جوزتها قبل كتعاود تقول داك الكلام بالعكس ديالو كتقلبو لونفيرس ديالو باش كتحلها اوكي حنا خصنا نقولوا لهاد الناس هنايا ان هاد الفتيات غالبا اللي كيتصفحوا قبل ما يتزوجوا احيانا كتستمر معاهم المعاناه بعد ملي كيفكوا لهم داك التصفيح لان يعني فكلهم تصفيح بالسحر وحنا قلنا السحر العياذ بالله ما تفكوش بالسحر السحر عباد الله الا جبرتوه كدعملوا الماء كدعملوا الملح وتزيدوا عليه الخل وبالمعوذتين وكدنفتوا الا كانوا العقد كيتفسخوا يدكم بالوانطيس وخصكم تكونوا على طهاره لان الطهاره ديالكم او التيمم الا ما جبرتوا حتى حاجه بديك الساعه هذيك ما كاين ما كاين والو فالتيمم ولكن ضروري خصنا نحشوا داكشي في الماء داكشي ما كيتحرقش داكشي ما كيتسيبش هيدا وصافي لان خصو يتفسخ فانتم عندكم الاجر الا سقطوا كما هاد السيد هذا شفناه راه فسخ هادشي هذا مشى وفسخ في امستردام فجزاه الله الف خير فهذا عمل انا كنشوفه جبار وكنقول له الله يجعل لك ميزان في الحسنات لان شوف داك الانسان تعدل له السحر وجاب له الله من فوق سبع سماوات شخص غير قايس وتاف وهبط داكشي وفسخه ونزله
ما نعرف مسكين يكون هاد السيد عنده المتجر وضحضوا له المتجر ديالو كامل شدوه له غيمشي له التهلوكه، وعنده الرزق دولادو فيه، عنده كل شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيسدوا الطاقات ديال عباد الله هاد المجرمين، هاد الكفره، هاد المجرمين، هاد المشعوذين، هاد الدعوه بهم من الله، دعيناهم من الله دعوه القلق. انا بعدا كندعوهم لله فما كنهضر عليهم كنعلي يدي السما، واخا انا ما عندهم ما يعملوني، ما عندهم يدي مورايا، اللهم حرصني بحرصه وحرصني بملائكته ويحرصني ان شاء الله بكل ما هو خير، فما دمت على الحق فالله سبحانه وتعالى حميني. ولكن انا كنشوف بعض الناس اللي كيردموهم كيردموهم هاد المجموعه، هاد الفئه، هاد الفئه، هاد الطاغيين، لان طاغيين، وقلت الرحمه ما في القلبش ديالهم. سير اخويا تخدم على راسك، سير اخويا تخدم على راسك، الارزاق بيد الله، الزواج بيد الله، كل شيء بامر الله، خدموا اعمالوا افعالوا، يعني خدموا، تحركوا تحركوا ترزقوا، مالكم انتم طايحين على عباد الله، ما كتزربطوا زربط عطي زربط علق. ودابا حتى امستردام الله يستر مشاو حطوا فيها السحور، هذه المصيبه هذه، ملي امستردام فيها السحور غنخويا انا من اوروبا، هذه صافي نبقى فيها ربح، والحقيقه الله هي هذه تقال، واش بنادم هارب من هاد الناس هادو؟ حنا ما عرفناهم منين هما، الله اعلم، يكونوا مشي دولة أخرى، أنا ما نعرف، أنا ما عرفاش. ولكن منين تشوف السحور هذا معلق، راه هادشي هادشي راه مصيبة، هادي كارثة هادي، واش هادشي ديال العرب هادشي؟ لأن داكشي أصلا اللي شفناه ديك الرضومة المسمار وداكشي، هذا الشغل ديال العرب أولا الأتراك أو الباكستان، هما اللي غيكونوا عنين هاد الفضيحة هادي. واش شنو هاد المصيبة هادي؟ واش بنادم دابا ما يقدر يخرج؟ بنادم خرج من الحديقة وجالس مع ولادو تحت، أنا كنقول نمشي نجلس من تحت الشجر، دابا أنا خصني فيما نجلس من تحت الشجرة خصني نبدا نطلع عليها، قسما بالله خصني نبدا نعلي عيني وندور عيني مع الشجرة مازال عاد نجلس. إيوا أنا دابا جيت نتنفس مع راسي من تحت الشجرة وجلس والسحور من فوق مني، وأنا جيت باش ناخذ الهواء ندي الأكسجين، ساعة ندي معايا المصيبة نرد نداري، هادي ماشي الفضيحة هادي، هادو ماشي آديات، هادو كيأديو الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد البشر هادو، هادو ماشي بشر هادو. يلا انا من النوع اللي كنمشي تحت الشجر كنجلس، اذا دابا انا منين شفت هذا المنظر هذا انا ضروري خصني نجلس تحت الشجره غنعلي عيني نشوف في الشجره كنطلي فيها شي عنقود شي سحر ولا شي حجاب ولا شي مصيبه، لان هاد الناس هادو ملي حنا امستردام الشجار وداكشي ومعلقه بالشكاير ديال السحور، الله من هذا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو هاد المصيبه هذه؟ هذه اوروبا يعني، والتقدم والوعي والانترنت والكمبيوتر والمندوات والزمر، وبنادم باقي كيخمم، ما عرفتش انا هاد الناس هادو هاد العقول هادو ما خصهمش بعدا يعيشوا مع الناس، هادو خصهم هذيك الغابه هذيك خصهم يعملوا فيها واحد السياج بعدا واحد البارتي ودخلوا لي هاد العناصر هادو، هادو الناس ما خصهمش يعيشوا مع ناس، كيأديو عباد الله وكيظلموا الناس ظلما وعدوانا. دابا هذا اللي سحر لنا هاد، ما عرفتش كاميرا، انا كراجل الله اعلم، غير المنظر انا الحمد لله تشوكت. علاش حتى البلاد الناس دابا تقوز غاشي قوري تشوف ديك المصيبه معلقه ولا يحاديها مسكين حتى هو يتادى، علاش غنعاديو الناس؟ علاش 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 هنايا مسخين كنمشيو كان علاش هاد الافكار عندنا؟ انا كنهضر على هاد الناس اللي كيسحروا، اي ماشي كاع الناس كتسحر والعياذ بالله، كاين الناس متقي الله في الله، متقي استغفر الله عليها كلمه، متقي نفسها في الله، ما كتعداش الخطوط ديالها، ولكن كاين بعض المجرمين بعد هضر عليهم حتى القران، فمصيبه الكحله، الاخر عنده الحوينته ولا عنده الرزيق ولا عنده الزوجه ولا عنده اولاد، يجي اخر وينزلوا عليهم فط ظلما وعدوانا، علاش كرها وحقدا؟ علاش اسيدي؟ هو الرزق، عرفتي الدنيا شحال فيها هاد المحيطات، الدنيا شحال فيها هاد المياه، الدنيا فيها شحال الخيرات، يا سيدي الفضيل يا سيدتي اخدموا اقراوا العلم، راه العلم هو النور ديالكم في الكون، مالكم انتم طايحين غير على الشياطين فين ما كانش شيطان؟ واش الشيطان هارب وانتم تابعين فيه؟ الشيطان عيا منكم قسما بالله بهذا الشيء ديالكم، الشيطان راه عيا، راه كيقول هاد البشر هادو ها والله الا دابا كيقول جهنم عامره، شنو انا واقيلا يغفر لي الله في الاخر، استغفر الله عليها كلمه ما نقولش المصيبه، فضيحه امستردام والسحور معلق في الشجر، انا ما بقيت كنفهم والو، دابا انا هنايا خصني نبدا نخرج نعل غنجلس نمسح شي شجره غنبدا نشوف تنشوف مزيان ونتاكد ونطلع عيني مع الشجره مزيان ونقول بسم الله سبع مرات عاد نجلس، لان هاد الناس هادوم سبحان الله حتى الطبيعه الله حتى الشجره كياديوها، لان يعني الشجره كتسبح لله والعياذ بالله، الشجر كيسبح عباد الله، الشجر عنده طاقه وفيه روح، يا ناس فهموا، يا امه فهم افهم، يا ناس فهموا ما تاديوش الاشياء، هذيك الشجره ما كتهضرش ولكن فيها روح وفيها طاقه وفيها وفيها وفيها، راكم انتم ما كتعرفوش باسرار الكون شنو فيه، راكم غير ماشيين بحال هاي الشمايش، فاتحين ديك الطقم وديك البراقم وديك، لان هادو من السحر خصكم تشوفوا وجههم بعدا كيف داير. هاد العقول اللي كتسحر، عقول يعني وجوه يا لطيف والعياذ بالله، غير كتشوف الوجوه ديالهم كتعرف الوجوه متشائمه، الوجوه ديال الزفت، الوجوه يا عطاهم الله السيمه ديال المسخ في الدنيا.
فهمتوا شحال من اسره تشتت، شحال من اسره بقات بكوهم، شحال من يتامى خلاو يتموا عباد الله وما على بالهم شو باقين زايدين. دابا حتى امستردام عاود ماشي الليله عاود نزلوا فيها هذه المصيبه هذه، والاخ المسلم ديالنا كيضرب الهولندي يا محسي محمد الله يجازيك بخير يا شيخنا العزيز والفاضل، بلا ما ترجم للونجلي ولا الالمانيه ولا الهولنديه، يا يعني فايبر يعني حنا فهمنا صافي، ما حتاش تزيد ترجم بالهولنديه يفهموا الهولنديين. هذا الغام العربيه شت المصيبه ديال ترجمتي عاد من فوق كتقول لهم انا جبت هنا وجبت هنا باش هذاك الشيء اللي عندنا الفيسبوك كيشوفوا العالم كامل. الكوار غيبداو يخافوا مننا دابا، دابا حتى هو غيبداو يجلسوا تحت الشجر ويعليو عينهم في الشجر. مصيبه مصيبه عاديه هادو، والله الا عاديه كياديو الناس كياديو الناس وكياديو الطبيعه. دابا هادو كيتهجموا على الطبيعه وكيتهجموا على البشر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. والو ما عندهم حتى شي ربح مور هادشي، هذا ما عندهم حتى شي ربح، ما غادي يربحوا والو. اذا هاد البنت باش نبقاو عند الموضوع ديال البنت اللي تصفحت وفسخت ليماها ولا جداتها هاد التصفيح هذا اللي عملت لها، الا كانت باقا جداتها بالروح راه غتفسخ عليها، الا ما كانتش كتمشي تفتش على مشعوذ ولا على كهانه من داك الكهانه داك المشعوذه داك سيدي ومولاي باش تجي تفسخ لها داك السحر هذاك. هما كيعتقدوا بانه تفسخ بالطريقه ديالهم لانه سحر زائد سحر هو سحرين، كنا في واحد رجعنا في جوج، هذه قاعده. سحر زائد سحر عندنا جوج سحر، كون في الاول كان عندنا غا واحد دابا غنرجعوا جوج، ربما نزيدوا لجنه اخرى ندخلوه فيها، يعني نخليو طاقه اخرى سلبيه ونزيدوا في حنا. اولا هاد السيده هذه رغم بعد الزواج كتحس بالالم، اسمع لله، الم بالراس والعينين واسفل الظهر، الم في الجبين في الجنبين عندك على جوج الجناب عندك فيهم الحريق، ظهور بقع زرقاء على الساق وعلى الفخذ على الفخذين والساق ديالك كيبانوا بقع زرقاء مع عدم وجود اي مشكله في الصفائح الدمويه من عند الطبيب، ملي كتمشي تعمل العلاج ما كاين عندك حتى حاجه الطبيب ما كيظهر له والو لان داك سحر. كيوقع لك في حل النخيس بالابر في المنطقه ديال الرحم اوكي. في الحظ في الفتره ديال الدوره الشهريه فكتحس بالم كثير يعني بشكل غير عادي غير عادي، وحتى الكثره يعني ديال الحيض بطريقه يعني مثل يعني ماشي الدم ما كيبقاش سائل قدر الله وجوهكم، لازم نشرح للناس، فهو كيرجع عباره عن يعني ثقل يعني كره، هذا راه مشكل. اذا افرازات مهبليه لا يوجد سبب لها طبي، الروائح شتي شنو كيعملوا لولادهم، شتي هاد الناس هادو فين كيمشيو كيخليونا ديك البنت مسكينه كتعاني، علاش كنتعدوا على الناس، علاش علاش يعني ما نخلوش عباد الله تعيش بالحريه ديالها؟ منا حنا من ذو عباد الله ما بغيناش نتقدموا نزيدوا، حنا من ذو الناس. وبعض الاحيان كيوقع تعطيل في الزواج، كاين ناس عندهم تعطيل في الزواج غالبا لان كيكون الخادم داك السحر ذا التصفيح اللي عندها. الاعراض اللي بعض من الاحيان اللي كنشوفوها غالبا من بعد الزواج كتظهر وهي الصرع، كيوقع للبنت الصرع لان داك الجن ما كيبغيش او داك الطاقه اللي عندها ما كتبغيش داك الراجل اللي جا جديد. تشنج في الرجلين، كيتشدوا الرجلين يعني لمنع المباشره يعني لمنع الجماع، هذه ظاهره كاينه ناس، ماشي كنقول شي حاجه انا جايبها من راسي، ناس عايشين وعندي ناس اتصلوا بيا عندهم هذا المشكل هذا، فالناس عايشه الجحيم عايشه الجحيم وما خلاو الطبيب وكيمشي وكيجي، ولكن الناس عندها مشاكل، المشاكل كتبقى مستمره بين الزوجين على اتفه الاسباب، مع الزوجه كثرة التكرار خصني نطلق اريد الطلاق لان ما طيقها ارض مسكينه. اوكي تعطل الحمل بعض الاحيان كتبقى 4 سنين 5 سنين 6 سنين حتى 7 سنين ما كتولدش عاد تقوم تولد، او الاجهاد المتكرر كتحمل داك شهرين مزيان ملي كتوصل كتكون ماشي داخله 3 شهور كيطيح داك الشيء الاجهاد كيوقع لها. بعض الاحيان هاد المشاكل كترجعنا في تكييس المبايض، النزيف اللي كيطولنا مده يعني عندنا الحيض والدوره الشهريه كتبقى لنا اسبوع 6 ايام 5 ايام فكتطول يعني كتبقى لنا 15 ايام وكتبقى فهذا يعني هذه راه مصيبه هذه. ومن بعد نقولوا حنا الراجل ما خصوش يعدد، كاين الناس عندها المشاكل كاين بعض الرجال كيعاني، فحنا العرب العربيه باقا ما قدرتش تبقى تعبر تخرج وتقول السيادي انا وقعني هذا واريد المساعده، يعني ها شنو وقع لي انا وقع لا ك
كنحشموا كنسكتوا كنربطوا على ذقنا ونجلسوا حنا بالمشكل. فهمتوني؟ هذا راه مشكل. اذا وكل فتاه من هذا التصفيح هذا فالاعراض كيكونوا مختلفين، اما كيكونوا اقوى ولا اكثر على حسب يعني المده وعلى حسب القوه وعلى حسب الطاقه، ولا كانت هذه البنت كتصلي ولا كانت هذا، فكيكونوا الاعراض اقل. فالصلاه في الحقيقه والطهاره فهي كتخف من هذه الاعراض، هذا الاعراض هذه. اذا بالنسبه هادو هما الاعراض اللي الناس كتعاني منهم، وخصوصا الناس كاين عندها هذا هذا السحر ديال التصفيح، كتبرا مجوجه عامين مع الزوج وما كاين والو، حتى كيفرقوا البيت هو كيمشي جهه وهي كتمشي جهه، لان ما كاين حتى حاجه غير ملي كتجي مباشره يعني ولا الجماع، فالسيده كتشد مره واحده الفخذين ديالها يعني كيعملوا بهذه الطريقه هذه الله يسر، ولا كتمشي للطبيب كيعطيها الدواء النعاس ولا داك النعاس والو، العقل الباطن ديالها كيبقى خدام، هي شربت الدواء ونعسه والسيده عامله الكروس على رجلها هكذا، يعني خطير جدا للغايه. الناس راه الناس راه كتعاني، وكنسال الله الواحد الاحد يعني يكونوا ناس اللي يعاونوا هاد الناس هادو، ويحاولوا يوجهوا هاد الناس في المجتمع بان هاد الاشياء هادي فهي خطيره، كتخرج على بنادم مدى الحياه، فالانسان كيبقى عايش ما هو هادي ماشي حياه، راه الحياه كتمشي له كامله، كيبقى يعني غندبدب في الحياه يعني من هنا من هنا من هنا حتى كيمشي في حاله. يعني علاش واش هو جن هاد الحياه باش يعيش حياه يعني حياه يعني سليمه، حياه ولا جا باش يعيش الذل ويعيش القهره ويعيش الويل ويعيش السحر ويعيش الطاقات السلبيه ديالكم اللي نتوما كتجيوها وتحطوها على عباد الله. دابا غادي نمشيو لواحد الطريقه، لان كاين طرق كثيره اللي كتعالج هذا المشكل هذه، الا كان شي وحده عندها القوه فبغيتكم تعملوا البارطاج، لان غندخل دابا في الاشياء اللي هي بغيت نعطيها. الله يجعلكم في ميزان الحسنات ليلي من 1149 للناس، لان اللي وصل فهو كانه يعني كانه عمل، فمن احيا شخص وكانه احيا الامه كامله، هذه باش تكون في العلم ديالكم. اذا المهم اللي كيضحك اللي كيتسلى اللي كيكتب الكلاب الخاوي انا ما كيهمنيش، انا كنهضر مع الناس اللي فعلا الناس عندها مشاكل والناس كتعاني، فالوقايه خير من العلاج. وردوا بالكم، وكتقول لكم حنان ما تساونوش، هذه طاقه نزلت عليكم ابتلاء عندكم، فقاوموا باش تخرجوا، ما تسلموش، عدم الاستسلام. العلاج انا ناكد لكم الا كاين، لكل داء دواء، ما قلتش حنا قال الخالق. فكل انا بعدا عندي القناعه الجزميه القاطعه المطلقه ابسولي ماشي غولاتيف ابسولي جوني لا كونفيونس تو سكي لا دي دو كي لي كوريكت. يعني انا ملي كنسمع كتدخل لي تشوف شعر واقف في يدي، يعني المساله اللي قال الله عز وجل بالنسبه لي انا ساغرادا، ما كنعمل لها كنعتمد عليها، وسبحان الله حتى الطريقه للفهم لكل داء دواء من الداخل ديالي كنحس ان بحال الاعضاء ديالي كيتكلموا كيقولوا لي حنا نعم، قسما بالله العلي العظيم رجلي كامل مشوك لحمي، شوفوها شوفوا شوفوا عباد الله كامله لحمي مشوكه بان لكل داء دواء. فهاد الناس هادو اللي تعرضوا لهاد المشاكل هادو، الناس اللي تعرضوا لهاد السحر ديال التصفيح ولا من غير التصفيح من الفرق ديال الاولاد، ولا خليوا بالكم بان العلاج كاين، فقط خصنا نتمسكوا بالقوه الداخليه ديالنا وبالقوه اللي عندنا الاتصال بها مع الله سبحانه وتعالى، يعطينا ديك القوه نستمدوها باش نقدروا نتغلبوا على هذه الطاقه هذه، سميوها اللي بغيتوا. في العلم الصيني كتسمى الطاقه السلبيه، في الاسلام ديالنا كتسمى الشيطان وكيتسمى السحر، في العلوم الاخرى كيتسمى انرخيا نيجاتيفا انرخيا بوزيتيفا. السيادي العلم قرر بان كاين انرخيا نيجاتيفا، العلوم الاخرى هضرات جميع الاجناس هضروا على هذا الشيء، والدين ديالنا هضر. اذا كاعد الناس هذا العالم كامل، هذا العالم كامل خربق علينا، الناس فعلا كتعاود بنفسها كتقول لك حنا شربنا الدواء باش نعسو، ومن كيجي الجماع مع الزوج فكيوقع لنا الكروس ما كاين والو. الناس مكرفصه، الناس عندها فيضانات ديال الدوره الشهريه، الناس يعني لا يعقل، خلقوا عاديين، خلقوا سالمين، خلقوا بالجينات ديالهم عاديه، كلشي كلشي منتظم، حتى صبقت اللخبطه في الجسد ديالهم من الجهاز العصبي الى البنان درجلهم، اللهم من هذا منكر.
الله من هذا منكر، هذا هو المنكر، هو هذا بالضبط، لأن هذا كان تعدوا على الحدود الآخر، وأنا من الناس اللي ضد هاد الناس هادو، كنقولها بالعلانية، لأن علاش هادو كيتعدوا على ناس آخرين. إذا غادي نزيدو، مع كل شيء كل واحد كيقول. المهم عليكم ورقه وبيك الله يخليكم، حاولوا باش تسجلوا اللي غادي نقول لكم. ف انا شوي هزيت من شيخنا العزيز، الشيخ اللي انا بعض الاحيان كنعتمد عليه، وهو عبد العزيز بن باز، والالباني كذلك كنعتمد عليهم، كنعتمد على مجموعه من الشيوخ المعاصرين، لان سبحان الله علم، انا ماشي على انهم مشددين ولا هذا، كل واحد والطريقه ديالو، ولكن انا الطريقه كيفاش كيشرحوا كنفهم يعني، وكنحاول ناخذ يعني على حسب الطريقه اللي غادي نوصل بها انا. جزاهم الله الف خير عنا خير، وكنتمنوا لهم يعني الزياده، لانهم بركه في هذا العصر، في العصر هذا ديالنا حنا عندنا مجموعة من الشيوخ يعني سبحان الله، اللي تقدروا تستفدوا منهم، اللي تقدروا تسمعوا، على الأقل تدخلوا الرحمة للقلوب ديالكم. فالرحمة راه ما كتجيش من الهواء، الرحمة كتجي عبارة عن تمارين العطاء من دون انتظار الأخذ، فأعطي لقدرتي ما تعطي، فالأبواب ديال الرزق كتفتح، طاقات كيتفتحوا، حب الناس ليك، حب الزوج ليك، حب الأم ليك، حب الأب ليك، يعني خلي الأبواب، خلي الله سبحانه وتعالى، بحال هاد السحر هذا اللي معلق في الشاشة في أمستردام، جاي السيد بإذن الله وقف وقال أرى نهبط هاد السحر هذا، شوفوا بحال دابا شي واحد غيعلق لي شي سحر في شي موطا، غيكون شي واحد أكيد غيكون شي واحد غيقول هاد السحر هذا غنهبطو، غيكون غتحانا نعملوها أنا، حق أنا هم يعملوها، أنا يعملو حتى 20,000 رزمة يعلقوها، يعاودوها لمخهم أنا عليا، أنا ما كنعقلش. الطهاره ديالي دائما، الصلاه ديالي دائما، موضيه دائما، الا ما كنتش موضيه كنت من في الحجيره معايا معلقه، الحجيرات ديالي معايا، نعم السي نعم سيدي، والتمر سبعه د العجوات ديال التمر واكلاهم، ما عنده حد يا راسي، نعم السي محمد، ما كاين حتى حاجه اخرى، يعني هنا ضروري خصنا نكون واعيين بهذا. اذا الورقه والبيك، اذا انتم جاهزين فغادي نبداو، كنتمنى الناس اللي كيسبونا فنطلبوا منهم ينسحبوا ويخليونا عليهم ترانكيل، لان لا داعي للسب ولا داعي للشتم، لان الموضوع فهموه، الا ما فهمتوهش يعني خليو الناس، كاينه الناس غتستافد. اذا اولا قبل ما نبدا بالموضوع غادي نقول نقطه، واش الناس مع المرايا كيسقسوني واش يقدروا يغسلوا بالماء المرقي في الحمام؟ انا صراحه عن عبد العزيز بن باز كيقول الاغتسال كنستطيعوا نغسلوا في الحمام طبعا، لان العلماء قالوا بجواز الاغتسال بماء الرقيه في الحمام، وفي هذا يعني على عبد العزيز بن باز قال يعني بالاحسن نعملوا واحد الفوطه ونغسلوا فوق الفوطه، لان كيقول عبد العزيز بن باز كيقول بان هذاك ماشي قران ولا مصحف، المهم ما كنجبرش المكالمات، هذاك ماشي هذاك فقط نفس بالكلام بالقران في ديك الماء باش يكون الناس في العلم ديالهم. اذا حنا من غادي ندخلو نغسلو ومن غادي ندخلو بالماء المرقي، الله يجازيكم بخير، حاولوا تعملوا فوطه، راه كاين بعض الناس ما غيكونوش عارفين، وداك الفوطه حاولوا يعني حاولوا تخليو فوطه وكبوا الماء عليكم وغادي تغتسلوا. اذا هذه هي النقطه الاولى اللي خصنا نعرفوها. اذا غادي نمشيو شنو خصنا نعملو، غادي نشبروا الماء، يلا كلشي زمم، الكبير الصغير اللي سمع يوصل، اللي هادي اللي سمع يوصل، غنشبروا الماء اللي كيكفي للشرب لثلاثه الايام، ثلاث ايام اللي غادي تشربوه، ثلاث ايام هاد الانسان هذا اللي هو مادي، كتعرفوه مادي ولا هاد الانسان اللي عنده هاد المشكل هذا. الله يجازيكم بخير، ما كنقبلش مكالمه، اذا بلاتي نحيد الصوت. اوكي، وكناخذوا زيت زيتون وكنرقيوهم جيدا بايات الرقيه الشامله، إضافة الآيات اللي هما خاصة بالسحر. الناس خاصها تعرف، كاين بعض منهم كيدخلوا اليوتيوب كيفتحوا على الرقية الشرعية كيهبطوها. يا ناس القرآن كامل فيه آيات اللي مختصة بالخلية، فيه آيات اللي مختصة بالعقل، فيه آيات اللي مختصة بالبصر، فيه آيات اللي مختصة بالشم، فيه آيات اللي مختصة بالعمل، فيه آيات على السلوك، فيه قصص، فيه عبر، فيه علوم، فيه طبيعة، فيه كل شيء. يعني حنا الا عندنا واحد المشكل خصنا بعدا نشوفو نحلو المشكل شنو هو، عاد نشوفو الايات اللي غادي تضربنا هذا المشكل هذا. هذه باش تكون في العلم ديال الناس، هذه واخا نكون انا لاننا قريت علميه ومني كنا كنقراو، يعني ما غادي ندخلش انا للمختبر وغادي نبقى نجبد في السلوك ونلصق من هذا، لا كنمسح بعدا البوليكوب، كنشوف البوليكوب كيعطيني بعض النقط علاش غادي نمشي، عاد كنبدا نلصق ونجيب
الامبير ولا غنجيب الفولت متر ولا غنجيب هذا، ماشي كندخل وكنشعل الضوار وكنبدا الطاق الطاق اللي نشوف راح يضربني الضو ويجيبني مع فاين. يعني هنا الناس خصها تفهم بان ماشي اي رقيه انا هذه كيكتب عليها هذه مضاده للسحر جيده، هذه شوف الايات اللي فيها واش هما ديك الايات، لان كاين بعض الناس ما كاين غير وي وقرا ونزل وكتب باش تطلع لك المشاهده، وهذا راه خطا. فالقران خصنا نركزوا على الايات اللي هما صالحين، لان القران كامل نور، ولكن كاين بعض الحاجات اللي كتكون ضاربه عندك المشكل هذاك. فكاين ايات خاصه بالسحر، كاين ايات خاصه بالسحر متعلقه فقط بالسحر، الضربه القاضيه بالنسبه لديك الطاقه السلبيه، يعني كتفتسها 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 كتفتسها، هذه بالتاكيد. كاين ايات خاصين على العقم، كاين ايات خاصين لطلب الرزق، كاين ايات يعني كاين طرق كاين حلول كاين يعني كل شيء. اذا هنا منين عندنا واحد المشكل بعدا خصنا نعرفوا شنو هو المشكل، عاد نعرفوا شمن ايات اللي غادي نقراو حنايا واللي غادي نستخدمه في هذا الرقيه. اذا بالنسبه للرقيه انا عندي الايات ما نقدرش نقراهم دابا، اذا غادي نخليهم اما مكتوبين هنا على الصفحه ان شاء الله، اولا غندوزهم ونخليهم في الواتساب ولا نشوف ديك الساعه باش غادي نعمل. اذا غادي نشبروا الماء اللي كيكفي 3 ايام الشرب، وغادي ناخذوا زيت الزيتون وغادي نرقيوهم بالايات الرقيه الشامله على هذا المشكل هذا، وباضافه لايات السحر اون جينيرال اللي هي ايات السحر. اذا من غادي نصليو غادي نحاولوا نبداو نصليو صلاه الصبح ضروري الا بغيتي اختي، لان خصك تنوض الصباح بكري مع الفجر، خصك تنوض مع الفجر تقعد واخا يتكي عليك عيط على الله، هو غيسمع الله غادي يهرب، داك الطاقه كتسمع الله كتحيد، الا كانت الطاقه مزيانه فغادي تبقى، فهي حتى هي كتعبد الله، الا ما كانتش فهي ضد، اذا غادي تمشي بحالها. فانت هي غتمشي، انت غتجلس، ملي غادي تجلس غتنوض باش توضى وتصلي. غتاخذ يوميا 7 ديال التمرات على الريق، الا كانوا داك التمر العجوه اللي كيقولوا لهم العجوه احسن، ما كاينش التمر عادي، فالنيه افضل من العمل. وهاد التمرات هادو غنشبروهم في يدنا هكذا، هذه الطريقه اللي كنستعملوها، غنشبروها في يدنا هكذا في الكفين، وغادي نقراو عليهم الفاتحه وايات الكرسي والمعوذتين، وغادي ناكلهم على الريق. ولا يمي هاد الناس هادو بحال كتهضر معاهم بتينو. اذا غنشبروا 7 تمرات غنحطوهم في يدنا، غادي نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفاتحه وايه الكرسي والمعوذات، تفهمنا عليتنا، وغادي ناكلوا واحده مور واحده 7. الخير جعله الله في الرقم 7 ولا 9، 7 يعني 9 هو الكمال، والكمال لوجه الله سبحانه وتعالى. اذا ومن بعد كناخذوا لترو من الماء اللي رقيناه، وكنزلوها على جانب، كنزلوها على واحد الجانب، وكنشوفوا نقراو سورة البقرة. هذه بعد سورة البقرة خصها يوميا تمشي تسلسل، إما غادي نقراوها ويا إما غادي نسمعوها بالصناتات. وحنا كنسمعوا سورة البقرة إلا كنا كنقراو في يدنا على المنطقة، يعني من تحت البطن شويش من الجهة ديال الرحم على المنطقة، وانتي كتقرا ويدك منزلين على ديك المنطقة، لأن الطاقة عندنا في اليدين. انتي بنا كتهضر فالطاقة ديالك كاملة طاقة نور وطاقة قرآن وطاقة قوية، فالطاقة السلبية غادي تخرج. إذا يدك منزل على المنطقة، يعني بهالطريقه واخا على الملابس ماشي مشكل، يعني على المنطقه من تحت الابط من تحت البطن على داك المنطقه اللي هي وقع فيها المشكل، باش ما ندخلوش في التعابير يعني اكثر من لازم، الناس غادي تفهم. اذا هذاك الماء اللي منزل عندنا حنا رقيناه، كنقراو 3 صفحات ديال سوره البقره او 5 صفحات او 7 صفحات الا بغينا، وكنشربو من داك الماء، كنوقفوا كنشربوا من داك الماء ونزيد نكملوا في القراءه، اما 3 صفحات ولا 5 صفحات ولا 7 صفحات، بالاحسن 3 صفحات. كنقرا 3 صفحات كنوقف كنقول بسم الله، كنهز الماء كنشرب، عاود نزل الماء نحط يدي في المكان ونبدا نقرا نكمل على قراءه سوره البقره، حتى كنكمل داك الماء مع انتهاء السوره. والباقي الماء اللي عملناه يعني طول اليوم كيكون الماء غير المرقي غادي نشربوه من دون ماء اخر،
اذا مع الظهيره اللي هو بين الظهر والعصر نشرب روستال بالماء، ما يكونش سخون في الحقيقه، بالاحسن يكون الماء البارد، وغادي نحطوا فيه 7 الورقات ديال السدره. سمعوا، غادي نسحقوها غندقوها بالحجر، لان عن النبي عليه الصلاه والسلام ثبتت انه كان دق بالحجرتين، كنرجعوا للحجر اللي كيقول لك الحجر ما نعرفش شنو هو. اذا ربي يخليكم، حاولوا تسجلوا ما تشوفوش في الكلام ده، هذوك عطيوهم النخل، لان لا حول ولا قوه الا بالله، الضحكه غتكون عليهم في الاخر. اذا غنشبروا واحد سطل الماء على حسب، يعني يكون فيه 3 لتر 4 لتر د الماء عادي، من الكريف ولا من البير عمرهم ولا كما كان. غتسحقوا 7 ديال الورقات، عاود رجعنا الرقم 7، كتسمعوا سبحان الله، يعني حنا نهضرتكم على 7، علمتكم بعض الحوايج، فخصنا نعرفوا هاد الاشياء ويكون عندنا في البيت ديالنا هاد الاشياء، لان ربما يطيح بلي في المشكل، ربما طيح بنتي في المشكل، ربما يطيح غاي في المشكل، ربما طيح الجاره ديالي في المشكل. تصارع ونساعده، لازم عليك تصارع وتساعده، حتى توقف على رجله او حتى توقف الجار على رجله. الاخ عندك جار مريض ولا كتعرف عنده هذا المشكل، فصارع بادر، مش حتى تكون راقي ولا حتى تكون عالم ولا حتى تكون نو، ذيس از بيج ميستيك، ماشي ضروري حتى نكونوا علماء. هذا هو المشكل اللي عند العرب. قبل في العهد الاندلس كان جبر انا ابن سينا في الكيمياء وفي الرياضيات وفي العربيه وفي الفلسفه وفي الفقه وفي الدين وفي الشريعه وفي في 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 100 ألف، وسبحان الله نور على نور. دابا كتجبروا يا ربي في واحد الشعبه ومقاتل معاهم ودابز معاهم عندك وعندك، وإلا شافوا شي واحد كيقول لك ولا علاش هو دخل تما، يدخل فيما بغى، بنادم حر، العلم ليس له حدود يا أخي العزيز، وأنتم مالكم؟ أنا ما فهمتش هاد الناس، هاد المرات والله إلا مرات، الله غاموتوا بالسم، السم غادي تموتوا به، من عندي أنا بعدا كتقول لكم حنا غادي تموتوا بالسم، وأنا مع كل مظلوم، أنا إن شاء الله أي حاجة جبرت فيها الإفادة، وغيستفدوا منها الناس، فأنا غنشارك معاهم بالمجان. غصبا عنكم، غصبا عنكم، بغيتو ولا كرهتو، ما كيهمونيش، وسبوا مع راسكم حتى تشبعوا، فكل سبه سبيتوها انا غا كنعلمكم باش نخليها لكم، كل سبه سبيتوها فانتوما كترجعوها لعندكم، ومن عندكم غتدخل ديك السب، ومن عندكم ديك القذف غيرجع لعندكم، وانتم اللي هما في الحضيض، وغادي تبقاو في الحضيض الى ان يرث الارض ومن عليها. اما حالا هاد الصوره ديالها، الحمد لله، اللهم لك الحمد، احمد الله وكنشكره، ما شاء الله عليا، بلاتي بلاتي نرش وعاود بلاتي. هنا يسر في كاين، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. اخوه الكرام، 1400 ربما 14 الناس هما اللي باسلين، 1400 ثبتوا راسكم معايا وحاولوا تسجلوا. اذا ندالو 7 الورقات ديال كندقوهم بالحجر، جوج الحجرات كندقوهم كنسحقوهم وكنحطوهم في داك الدلو. الماء ما كنسخنوهش الا للضروره، الا كان دابا بحال دابا هيدا السخانه تسرعوا، لان بنادم كيمشي للبحر كيعوم، ونحاولوا نرقيو ديك الماء جيدا ونغسلو به. انا صراحه كنقول من الكتب اللي قريت فيهم هو ان بنادم منين يكون كيقرا يعمل الاصبع السبابه يحطها في الماء. هادو اشياء لازم نتعلموهم، لازم ندافعوا على نفسنا، الدفاع عن النفس من كل طاقه سلبيه، فيجب علينا ان نتعلم، لان احنا باقي البشر باقي هاد الجهلاء عندنا، يعني بواحد النسبه معرجنا بحال الشياطين، ما كتعرفش الشيطان حداك وانت حاسبه عليه انسان، هو شيطان لانس. السبابه في الماء، كنقرا على هذا الماء هذا، وشنو غادي نقرا؟ غادي نقرا القلاقل، يا ربي نكون قلت صحيحه، ما نكونش قلت شي حاجه خلق، قلاقل كنظن هي هذيك القلاقل اللي هما قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل يا ايها الكافرون، قل اوحي اللي هي سوره الجن. هادوم 5 غادي نعاود، المهم غادي نعاود، ما تعملوش بالكم في هادوك اللي جالسين كيتفلوا، والله يجازيكم بخير، ردوا بالكم معايا. اذا غادي نقراو على هاد الماء، هاد السطل الماء غادي نحطوا يدنا وغادي نبداو نقراو القلاقل اللي هي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل يا ايها الكافرون، وسوره الجن اللي هي قل اوحي، كنبدا بقل اوحي. هادوم 5 غادي نقراهم، وانا كنقراو انا حاشاكم بعدا، يعني داك الطاقة من داخل كتخرجها في داك الماء، اوكي؟ هذه ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثابتة في كتب يعني أنا عندي، ومن بعد إلا بغيت نوريها لكم اللي عنده فيها الشك يقدر يجوز عندي الواتساب ونصيفط له من كتب وعن المصادر ديالها، وكل شيء راه مصادر صحيحة، راه أنا ما كنجيبش الأشياء من راسي ونبدا نقول خزعبلات للناس،
الحاجه اللي ما مثبتاش منها وما متاكداش منها وما قريتش عليها وما بحثتش فيها، انا بريئه منها. وحتى قالت لي ما حفظتيش القران، انا ما حفظتش القران. وانا وصلت حتى للباك، اللي وصل للباك ما كيكونش عنده واحد النصيب حافظ القران. الباك بعد حتى للباك، وانا يعني كان عندنا التربيه الاسلاميه حتى لسبعه. ملي وصلنا الكليه كلشي فرنسيه، ولكن ما تنساش حنا وصلنا حتى للباك وكان عندنا متحضري وحنا عندنا القران كنحطوا فيه. الواقعه تحفظت، الرحمن تحفظ، الملك تحفظ، النور تحفظ، البقره نصيب منا محفوظ، سوره المائده، سوره النساء، عارفين سوره المكيه والسوره المدنيه، وعارفين اسباب نزول القران، وعارفين بزاف الحوايج. ربما انا عارفه احسن منك، نزينه من هنا، عرفتي من هنا من برشلونه الى حتى المغرب اندندو بالخلفه ماشي بالركوب بالطائره. يعني لازم تمشي من هنا حتى انا شحال خصك الايام، خصك الاخريه 10 سنين. و10 سنين انت باش تجي تحفظ داك القران ما غيتحفظلكش، وانا راني زايده القدام وانت باقا ناعسه، وعند بالك انا اللي ما عرفاش القران. عارفه اختي القران، انا عارفه على قدر المستطاع ديالي، بارك علي الله يخلف الله ينورني به. اهتموا غير براسكم انت ولاد الحاسدات الحقيدات هادو. و راه ما منا اختي غير الصبر، شوف انت غير جالسه، انت غير جالسه وراك. المهم واخا صوفيا اختي يلاه، صوفيا قد تعطيني دقيقه باش نعمل بلوك. اذا هي بدات بلوك بعض العناصر. اذا قلنا نزيد صوفيا اختي، المهم انتينا بلوكي الله يعطيك السر بلوكي. اوكي اذا غادي نزيدو مع الناس اللي جالسين معنا ومهتمين بالامر. وانا استسمح منكم على هاد العناصر هادوم، انا كنطلب منكم السماحه المتابعين ديالي الاوفياء، انا كنطلب منكم السماحه عوض هاد الناس هادوم اللي كيدخلوا يبسطونا. تصوروا اكثر من هادشي اخواتي، معني ما كرهتش نعملكم سور بينكم وبينهم باش ما تشوفوهمش كاع، ونعطيوهم بالطهر ما نشوفوهمش كاع للاسف الشديد، مع ان ما نعملو. اذا غنزيدو نكملو. قلنا الاغتسال بهذا الماء هذا، ملي كنكملوا من القراءه والسبابه عندنا منزله في الماء، فكنحاولوا نشربوا ثلاثه الشربات دائما، الشربه معها بسم الله، وكنتسرعوا باش نغسلوا بداك الماء، نعملوا به الوضوء الاكبر والوضوء الاصغر. اذا من بعد هادشي بين الظهر والعصر، هادشي ترتيب. من بعد العصر كنجيو كنجلسو كنصليو صلاة العصر، كنقول كنصليو صلاة العصر، سمحوا لي اسفه، كنصليو صلاة العصر ان شاء الله. كنشبرو عود اليد ديالنا، كنحطو على منطقه من تحت الابطن يعني على الرحم، نعم. اذا وكنحطو يدنا وكنقراو الايات ديال السحر بالتركيز، وحنا مره كناخذو يدنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي، وحنا زايدين نزلوا يدنا عاود، حنا زايدين كنقراو عاود نعلو يدنا نفسو وننزلو. هذه هي الطريقه، يعني الطاقه باش نشوفوا، يعني غادي تحسوا بالحريقه، غادي تحسوا بهذا، هذيك معناته يعني الطاقه، يعني العلاج يعني مأثر على هالطاقه اللي كاينه عندنا، وان شاء الله غادي يكون قريب غيفرج عليكم الله. اذا كنحاولوا ومنين نكملوا هاد الايات اللي هي مركزه على السحر، وحنا كننفتو وحنا كنعملوا يدنا على المنطقه، فكنمشيو لسوره الصفات، كنقراو سوره الصفات. اوكي اذا سوره الصفا، افتح القران الا ما حفظتهاش، كتقراها وانت عند القبله، وفي الاخر عفوا كتحاول تشوف الاسماء الحسنى ديالك اللي حنا منهم، لان قال لك الله سبحانه وتعالى كيقول اذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، وفي نفس الوقت كيقول وله الاسماء الحسنى فادعوه بالاسماء الحسنى. اذا كل واحد كل شخص عنده الاسماء الحسنى ديالو، فادعوه بالاسماء الحسنى. فالاسماء الحسنى ديالك عندك اختي، حاول تعلي يدك بالاسماء الحسنى وتضرع خاشعه لوجه الله. الخشوع كيقول الله سبحانه وتعالى تضرع خاشعه من اجل الشفاء ومن اجل العلاج في اقرب وقت. اذا من بعد هذه من بعد العصر، حنا كنجيو بالترتيب من الصباح والظهيره ومور العصر، دابا غنجيو مع العشاء، يعني من الفجر وحنا بادين العلاج.
هي شوي مش مركزه، ولكن هذه الطريقه اللي كنعطيها. خصكم يكون عندكم الصبر، خص اللي يعاونكم الا كانت عندكم الام، الا عندكم الاخت، الا عندكم الزوج خصو يوقف معكم، الا 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 هادو يعني خص يكون واقف معكم الشخص اللي غادي يعاونكم الا ما قدرتوش انتم. كاين ناس واخا غادي نهضروا معاهم وعارفين وما اليدين ديالهم مطيحين. شوف اختي اختك، شوف عمتك، شوف بنت جارتكم، شوف يعني شوف اللي يعاونك، شوف واحد اللي مختص. يعني انا فقط كنعطيك المعلومه، وانت لازم عليك تحاول تعمل المجهود، والا فلا، الا اشتراتك ما قداش، فانت ما تبقاش تستهون مع الوقت، وما تبقاش جالسه، ما تبقاش جالسه، لان كل ما جلستي فانت كتضيع وقتك، والحياه ما كتشراش، والوقت ما كيتشراش. اذا مور العشاء غادي نقوموا بطريقه ديال البخار، غادي نقوموا بطريقه البخار. وهاد الطريقه اللي عطيتها على السحر هذا، فعندي مجموعه من الطرق الاخرى اللي نقدر نفيد بها الناس، وزيدهم في العلاجات ديالي انا كنحاول نعطي للناس من علم الطاقه، من القران، من العلوم اللي درسنا، يعني من علم النباتات، من الصيدليه الخضراء، يعني مجموعه من الاشياء اللي الناس يعني عندي ما لا يعد ولا يحصى في هذا المخ هذا. يعني سبحان الله، كل واحدة يعني طريقه العلاج ديالها مختلف، كل واحد يعني الناس خصها تعرف هذه الاشياء، لان احنا المشكل ديالنا هو كتجبر شخص عنده تصفيح وهادي عندها تصفيح، ولكن المعاناه هادي اكثر من هادي، لان الطريقه والبيئه والمحيط كل هاد، والاكل يعني، والايمان بالله والعلم ديالها، هادشي كامل كيدخل في الطريقه ديال التاثير على النفس. اذا غادي نزيدو نكملو الطريقه ديال البخار. وهالطريقه ديال البخار غادي نشير بها للناس اللي عندهم تصفيح، وغنشير بها للناس اللي عندهم الروائح الكريهه، غنشير بها للناس اللي حست راجلها خانه. هادي ما عمرو قال لكم شي واحد، ولكن غتقول لكم حنان. ما معنى الخيانه؟ معنى الزوج ديالك مارس مع انسانه اخرى، صح ولا لا؟ ومن بعد غيجي يمارس معك. اذا الا حسيتي بانه وقعت الخيانه، فعليك تقوم تبخر وتحاول تنظف راسك، تحاول تجدد الطاقه، ما بقاتش الطاقه اللي هي الطاقه الروحانيه عاليه بينك وبين الزوج، دخلت طاقه اخرى شيطانيه اللي ماشي بها. هذه الناس ما غادي تعرفهاش، راه الناس غا كتدخل هنا وتزروط لي وتكتب لي اكتب اكتب اكتب، غا اكتب مع راسك وزروط وسيب بن حنان، كتب وزروط وسيب بن حنان، الحق حنان، باقي غيجي الوقت وغادي تجبروا الكلام ديالها، وغادي تفتشوا، غتفتشوا على الفيديوهات وتتمنوا غير التليفون، تسمعوا الصوت ديالو، تسمعوا يا ربي غنتفكوا. شكون اللي غيفككم؟ ما كاينش الفك، لان الفرصه في الحياه انك تجي خصك تقبطها، الا ما قبضتيهاش غادي تقبضك هي الفرصه. فالحياه عباره عن فرص، فاما قبض ديك الفرصه وبني عليها حياتك وتعلم وزيد، والا لا بيدا ترسترارا، ترجموها في جوجل، ضحك مع راسك مع سي محمد وزبل فاطمه زبل على حنان مع راسك، ما تخلي ما تقول في حنان، حنان قول فيها اللي بغيتي، ولكن دابا يوصل النهار اللي غادي تفتش على الحق وتفتش على الصح وتجبر راسك جالس على الخاوي ناري وينتي. بنادم كيدور في الخوا، عرفتي بنادم اللي كيبقى يدور بحال داك الطرومبو ملي كطلقو، كنعقلو داك الطرومبو 50 فركات كتشري لي ماما الله يطول ليها في العمر بعدا من هذا المنبر كنقولو، كتبقى تدور الدور وكيبقى تبقى بصح لو كنتي كدور بشويوش الدوره هي طق 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 اللي مشى لطراغونه ومشى لديك الفريه اللي عندنا كبيره في طراغونه، ودار في ديك هذاك التشينوس اللي هي كدور، فهو شاف الى دار راه كيدوخ يعني، وما كاين لا دواء لا والو، مازال كيلقاو عليك دواء ديبرسيون هاك هاك 40 غرام هاك 100 غرام وزيد المقبره ساعه غاد عاد ماش تضحك مزيان تتشوف المعاناه والالام. هذيك الساعه ديك الساعه تفتش وما كاينش اللي حن عليك، وما تقولش الناس ما كاينش، انت ما كاينش لان انت نهضرتي وقتك وجلستي كتضحك في الوقت ديال الجديه كتجلسوا تضحكوا. اذا قلنا بالنسبه للتبخير العلاج بالبخار، فهذا علاج يعني كيستعملوه مجموعه من الشعوب، يعني ماشي دابا عاد جا هذا العلاج هذا قديم، ولكن كيعطي فوائد كثيره للناس خاصها تعرف. اذا غادي نشبروا كما قلنا، سواء هذه اللي عندها التشنج، هذيك اللي عرفت الراجل مشى خانوجه ما جيب المسائل ديالو من جهه اخرى، سواء عمل العزل الطبي ولا ما عملش العزل الطبي، الارواح ديالهم بجوج تجانسوا، الزوج ديالك مع الروح دواحد اخرى، وهذيك عاود روح اخرى ربما في الشارع كتمشي مع هذا وتمشي مع هذا وتمشي مع هذا، اش هاد اللخبطه هذه؟ واش هذا؟ واش العشسه ديالكم ما عزيزاش عليكم؟ واش انتم كاع هاد الدرجه هذه كامله رخيصه؟ يعني ما فهمتش،
يعني الزوجه اللي كتحس بان زوجها مشى وجار هذيك طاقه سلبيه اصلا محضه، ماشي مساله نسمح له ولا ما نسمحلوش، مساله هو خصني التنظيف الميكروب غايلو في هذا الشيء. هذا اذا غادي نشبروا لتر من الماء، غادي نرقيوه وغادي نضعه في ديك، غادي نشبروا وغادي ننزلوا فيه سبعه د الورقات ديال السدر، كذلك غنرجعوا من بعد ما غادي ندقوها. دائما السدر غادي ندقوه بالحجر وغادي نحطه في ديك لتر ديال الماء، وغادي نحطوا فيه المسك والخزامه، ثلاثه ديال الاشياء. غادي نشبروا سبعه د الورقات ديال السدر، السدر غنشبروا غندقوها، غنشبروا سبعه المعالق ديال الخزامه، سمعوا، وسبعه ديال الحبات ديال المسك الا كيتباع داك الطريفات، سبعه ننزلوهم داك لتر ديال الماء. غادي نحطوه في لتر في ديك الطنجره، في الطنجره ونحطوها على العافيه تسخن، خلي واحد تسخن 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 ربع ساعه تقريبا. هاد السيده هادي اللي مصفحه ولا كتحس بالزوج ديالها مش عامل هاد المصائب او كتعمل قندوره واسعه بدون ملابس داخليه، كتوضع داك الاناء ترد بالها ولا كتحرق الجيلاته ودعمل وتوقف على داك الاناء باش البخار كامل يطلع معاها. فالمسك ماشي انا اللي كنقوله، والناس راه عارفين القيمه ديال المسك. الخزامه راه ماشي انا اللي كنقولها، راه الناس. السدر ماشي انا اللي كنقولها. اذا هنا اشياء اللي خصنا نتعلموها تكون عندنا في البيوت ديالنا، وهذا البخار هذا نقدروا نعملوه واخا ما يكون عندنا والو، من اجل الروائح، من اجل المشاكل، البكتيريات، من اجل الفطريات، من اجل مجموعه من الاشياء تقدروا تعملوها، وغادي تشوفوا واحد النتائج اللي هي ما شاء الله ما شاء الله في الشد ديال الجهاز، في كل شيء. يعني غادي تحسوا بواحد، يعني سبحان الله من عند الله، لان كل الاشياء اللي خلاها الرسول عليه الصلاه والسلام وقالنا هضرنا عليها الله والرسول، فهي انا شبروا فيها بعشرة اليدين، ما تطلقوهاش ما تطلقوهاش، عيشوا الحياه، تعلموا، ما ترجعوش اللور. اي حاجه سمعتوها قلت حنان كتقول لكم حنان فتشوا تاكدوا، منين تاكدوا شبروا في الحاجه، ما تطلقوهاش. اذا لتر ديال الماء حطوا فيه ثلاثه سبعه المعالق ديال الخزامه، سبعه ديال السدر ندقوهم طق 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 نحطوهم، سبعه ديال الخزامه وسبعه الطريفات ديال المسك. فهمتي؟ وتجي اختي هذيك اللي عاد ولدت نفيسه باش تعمل التنظيف من الجهاز ديالها. يعني هادو اشياء الناس خاصها تتعلم، يعني ما يمكنش احنا باقي المجتمع ديالنا كنمشيو للشبا ونمشيو للمسائل اللي هي ما عرفتش انا، بعض الحوايج كيبقاو يعملوهم وكيرزيو راسهم في الاخر. اذا هذه كتسمى العلاج بالبخار، فالعلاج بالبخار يعني طريقه ممتازه ونقدروا نعملوها بالنسبه لهاد السحر ديال التصفيح ولا المشاكل يعني كانت خيانه ولا انا شرحت عليها. اذا الرقم ديالي ديال الواتساب كاين على الصفحه، وانا هادشي اللي كنقولوها هو هنا، عاودوا تصنتوا عليه باش تفهموا، الله يجازيكم بخير. اذا كتحطوا في الارض عليها قندوره، الا كانت جهه القبله احسن شيء، والقران مفتوح احسن شيء، والاستغفار تخلي داك الربو طالع معاها، ويعني ورجلها بالك تحرق رجلها مع الطنجره، تخلي الربو طالع معاها، وتحاول القندوره تكون مشدوده من العنق باش داك الربو يبقى داخل بين الجسد وبين ديك القندوره اللي عليها. صوفيا عمل لنا داك الريضه يخرج فحالو يمشي، يعطيني بتي ساعه داك القططعي، مش مسكين الناس طايخه. هادي العلاج بالبخار كنسميوه. غادي نرجعوا لعمليات نقدروا نبخروا نبخروا. اذا هنا الناس كاين طرق كثيره، ولكن انا عندي تقريبا خمسه طرق، غادي نعطي طريقه واحده وكنظن كفايه. وهاد الطريقه التبخير ماشي غننسى، حتى الرجال يقدروا يستعملوها في المشروع ديالهم، يقدروا يستعملوها في مجموعه من الاشياء. يعني طريقه جميله جدا جدا. كناخذوا حبه البركه، سمعوا حبه البركه، نسمع حبه البركه، مابقاش منزل عاد نهضر، نقول بسم الله عليها ونضحك ونبتسم. القسط الهندي قليل من مستاكه،
او الفيجل. الفيجل هو السداب، سقسيو عليه عند العشب السداب. انا الله يخليكم هذا القسط الهندي حاولوا تشريوه انتم طحنوه، حبه البركه حاولوا تشريوها انتم، انتم اللي بغيتوا طحنوها الا كنتم مثلا ما تسقيو. اذا ما تخليوش يعني العشب يعطيكم داكشي مطحون باش ما ديوش ربما تخلطوا بشي حاجه بالكيمون ولا بشي لان كيوقع تفاعل كيميائي احنا قلناها. والتفاعلات الكيميائيه فما كتخليش الريزلت تكون 100%. اذا كنحطوها في المجمر وكنحطوا التبخير عاود، فكذلك بنفس الطريقه كتحط عليك الملابس وكتحط. اذا يوم كتعمل هذا العلاج هذا خصو يمشي 41 يوم العلاجات كاملين. القراءة البقرة 41 يوم، يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم قرا مرة ومشي في حالك. هاد العلاج هذا شبروه زموه عندكم، كاين طرق أخرى اللي نقدروا نعطيوها للناس، ولكن هالطرق هادو راه من أجمل الأشياء اللي بنادم يكون عارفهم في البيت ديالهم، ولو ما يكونش عندنا مشاكل نقدروا نستعملو مثلا بحال البخار بحال التبخير بحال هادو أشياء اللي الإنسان خصو يجدد الطاقة ديالو. وأنا منهم كنعمل هاد الأشياء هادي، المسك عندي في الدار، العنكبر عندي في الدار، العنبر عندي في الدار، العود القمري عندي في الدار، المسك عندي في الدار، كل هاد الاشياء كاينه كنستعملو كنطلاق. اما كنستعملها تبخير، اما كنستعملها على شكل روائح كنشم. علاش كدابا ساعه كتشوفوا حنان كترش، ها رش رش حنان رش وحيد، فهمتوني؟ رش وعباد الله نوضوا من القلبه، نوضوا لي نوضوا لي. سجلتوا ولا ما سجلتوش؟ انا ودني منكم عند تجي شي وحده لعندي من بعد، راني جالسه عليه جوج ساعات المكانه شحال الساعه. اذا سيداتي سادتي الموضوع تكمل، اذا باقي طرق كثيره للعلاجات. حنا عطينا بالسط، حاولت نبسط، ولكن كاين طرق كثيره. اذا غنعاود التبخير لان الناس ربما ما سمعونيش. التبخير كناخذوا حبه البركه والقسط الهندي وشي حاجه من المستاكه. المستاكه سقسيو عليها العشب غيعطيها لكم، او الفيجيل. ولا بغيتو تعملوهم ب 4 4، انا كنفضل عملوا ثلاثه الحاجات ما تعملوش اربعه. العدد الزوجي غير صالح، عملوا العدد الفردي الله يخليكم، والرقم 4 بعدو منه، هذا شيء اخر من بعد نشرحوه. نبقاو غدا بقى ثلاثه الحاجات، او اما عملوا القسط الهندي الحبه البركه ملعقه الحبه البركه. القسط الهندي غادي ناخذوا منه على حسب ملعقه، وغادي نزيدوا عليه المستكه كذلك على حسب ملعقه صغيره ديال السينيه، ونحطوهم بخروبه. هادشي من بعد صلاه العشاء. اوكي هادشي كنعملو واحد التبخير ولا البخار، نهار التبخير نهار البخار. ومن كنكملو كنجيبو الزيت كنرقيو عليه وكندهنو به الجسد ديالنا كامل، وكناكدو على منطقه الرحم كندهنوها كامله وكنعسو. فاكيد غادي تشعر بالابر، غتشعر بالمشاكل، ولكن شد على النفس ديالك، قول له يا الله يا قوي اسالك العلاج. تم بقى لصقه، الصق 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 الصق، ما تطلقش الصق مع هو الطاقه السلبيه تجبد وانت جبد الى اخر، لان هذه الروح ديالك، هذا الجسد ديالك، هذا العقل ديالك اللي جاب طاقة جات مع منين جات وبغات تستعمرك. ما تخليو حتى حاجه تستعمرك. الاستعمار لا للاستعمار، ضد الاستعمار، ماشي استعمارات الارض، حتى الاجساد والروح والعقل. فانا اقول كل وحده تنوض تقعد، طرق هي عندكم. اللهم شهد اني بلغت، فانا كنعطيها بالمجان، كنحاول نعطي القدر المستطاع ديالي. فاحنا جلسنا تقريبا ساعة ونص، ولا بغى الوقت اكثر نعطيوه فانا غادي نعطيه، ما عنديش المشكل. ولكن غير وكان حاولوا تسجلوا، حد الناس اللي كيدخلوا يبسلوا علينا ما تعاودوش تعملوا فيهم راسكم، فحاولوا تسجلوا تخليوا الاشياء عندكم. فانا كنشكركم بزاف بزاف بزاف، تحية لكم، وان شاء الله في الليل يكون موضوع اخر. منوره قالوا لي بالبنفسجي، اويلي انا غزاله بالبنفسجي، ما حتىش نقول لكم وضعفنا ورجعنا غزلان، ما حتىش ويلي ويلي ويلي. بسم الله بسم الله باش نبدل المكان. اذا اخوه الكرام صراحه كملنا غادي نمشيو الصوم، كملنا والحمد لله والشكر لله. اذا انا قلت لكم فيما مشيت قلت تحت الشجره، الشجر لازم تطلوا من تحت الشجر شنو كاين. انا دابا خدامه من 9 ل 10 عندي حصه باش تعرفوا. عرفتوا شحال الحاجه تعملت انا تطلع لي ما شاء الله. إلا قلت روح الاغلبيه ديالكم غيقولوا هذه واقيلا كتخربق علينا ولا كتقول لنا شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا بالاحسن ما نقولش، خليها سر بالنسبه لي. ايات مصطفى من البحرين كنبغيك كنموت عليك الغزاله. المهم دابا غنمشي نشوف ضايا شي حاجه خفيفه ظريفه للعشاء لولدي، والا كان غيجي شي واحد يتعشى معنا.
وفي نفس الوقت غنعمل السبيعي ان شاء الله، وباللي ان شاء الله الا كان مكتب غادي نطلعوا في لايف اخر موضوع اخر ونزيدوا للقدام. اذا تحيه عطره ونتمنى ان شاء الله دائما نزيدوا للقدام. اذا حفظكم الله، السلام عليكم.